طبعا سعد الدكتور وائل المطير مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقه مكه المكرمه، اهم الاجراءات التي سوف تطبقونها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احنا اليوم حضرنا على اساس نتاكد من جاهزيه المنطقه المركزيه لاستقبال المعتمرين. نعم. الحمد لله رب العالمين الامور تسير كما خطط لها من قبل اللجان المنسقه في الفتره الماضيه. هناك تباعد بين المعتمرين، التزام باشتراطات الصحيه. تاكدنا ايضا من المستشفيات الموجوده في المنطقه المركزيه لا سمح الله اذا استدعى الامر نقل احد الحالات ايضا من المراكز المتواجده داخل المسجد الحرام الامور كلها ولله الحمد في افضل ما يكون. نعم، مراكز الطوارئ بالحرم المكي الشريف في الساحات دكتور وائل هل تم تفعيلها للتعامل مع اي حالات لا قدر الله؟ نعم هي الان تعمل وبامكانكم تطلعوا عليها وتاخذوا لها يعني تقرير من قبل الشؤون الصحيه. لدينا اكثر من مركز داخل داخل الحرم نعم. لاستقبال الحالات الطارئه ومن ثم نقلها مباشره الى اقرب مستشفى لاستكمال علاجها الفرق الميدانيه كيف هي داخل المسجد الحرام هناك فرق ميدانيه تتاكد من التزام المعتمرين ومن تطبيق الجهات الاخرى للاشتراطات الاحترازيه للتعامل مع جائحه كورونا متواجده على مدار ال وعشرين ساعه نعم رسالتكم للمعتمر قبل وصوله الى المسجد الحرام تاكد تماما بمجرد حصولك على التصريح انك ستدخل باذن الله للمسجد الحرام وستؤدي العمره لا داعي للتزاحم لا داعي للتدافع الاماكن واسعه والخطه واضحه جدا وسهله بحول الله